حنروح لميمي واكيد حنشوف. صباح الخير ميمي. صباح النور. احنا حنروح نوقف نشوف الاجوبه. نروح دحين. طيب يلا خلاص اوكي. صارت متسامحه. لا ناترتك ناترتك يا ساره. ابغى ادخل اوقع وثيقه وماني فاضيه وابغى اشوف لازانيا. وعلى العموم اهلا وسهلا فيك يا ميمي. والحمد لله على السلامه بعد الغيبه الطويله. الله يسلمك. اليوم حنتكلم على ازياء خريف وشتاء 2019 و2020 وقاعدين نشوف الرنوي صراحه اشياء مره حلوه. صح. فنبغى نشوف خاصة إيه بس تعرفي هلا بهالفترة شوي منصير هيك بين محتارين لأنه عم نتابع كان بكل بنيويورك فاشن شو ولندن وميلان وهلا باريس كل صيحات الربيع. أيوة. بس نحن قابلين على موسم بس بما إنه بالمنطقة هون نهتم يعني ملابسنا بتكون أخف فمشان هيك منركز على الملابس الخفيفة ولكن هذا ما بيمنع إنه نشوف شو هن الصيحات لهيدا الموسم دائما نستوحي من الصيحات ونقدر نطبقها علينا بالملابس اللي فيها نلبسها بهالمنطقه. فاذا بدنا نبلش بالالوان يا ساره هالموسم الالوان كله دارج انه نلبس من فوق لتحت نفس اللون يعني اذا لابسين فستان او لابسين طقم لازم نكون زي قاعدين ما نشوف احنا في الصوره كله الازرق لون واحد من فوق لتحت ستيتمنت صراحه. والالوان تتراوح من الالوان الصاخبه لمتواجهه الالوان الترابيه والصحراويه زي ما انت لابسه اليوم. اليوم زي ما انا لابسه الطقم كله من فوق لتحت نفس اللون. تمام. بالنسبة للطبعات، الطبعات هون في عنا شغلات جديدة دخلت على الموضة. أولها هي الهاونتوث يعني الطبعة يلي مثل بسموها إجر الديك رجل الديك بالأسود والأبيض. إذا فينا نشوف الصور المناسبة لإلها هالطبعة هي طبعة كلاسيكية تظهر بفترات تختفي وبترجع بتظهر. لهذا الموسم هي طبعة جديدة الهاوند توث بالأسود والأبيض كتير أنيقة. حتى فينا للسيدات يلي بيخافوا يلبسوا هالطبعة لأنها صراحة كتير هيك بارزة بيقدروا يلبسوها بالأكسسوارات ممكن حذاء أو حتى على القبعة. والطبعة الأخرى الرائجة هي طبعة طبعا الزهور يلي كل موسم عم صلى فترة عم بترفقنا ولكن بكل موسم بيتغيروا الألوان يعني بتصير مثلا أو داكنة أكتر أو بتفتح حسب المواسم. هالموسم في عندها شوية مود جرانج لأنه كتير رائج نلبس هالفساتين اللي عندها طبعة الزهور مع بوتس ستومبر بوتس يعني البوتس البايكر بوتس يلي هيك ضخم يلي هلا بنشوف بعدين بصور أكتر. من الطبعات الرائجة يلي بعدها مكفية معنا طبعة الكاروهات بكل الالوان بيكون احمر اسود ابيض اسود او مثل برنس دوغال بتكون مثل طبعات الاطقم الرجاليه بالكاروهات لساتها رائجه. والطبعه يلي ما بخلص موضتها هي كلاسيكيه ليبرد برنت لانه هي صراحه من فينا نعتبرها يعني بتعرفي بعالم الموضه بيعتبروها هالطبعه كانه هي نيوترال. أيوة يعني أيوة ما كانها في طبعه جبانا اي ثينك يمكن هي اكثر طبعا هيدي الطبعه اللي هي الملازمه لصورتهم. اذا بدكم تشتروا ولا بد قطعه جديده بخزينتكم هالموسم جلد يعني قميص جلد بنطلون جلد مش بس ليجينجز البنطلون بقصه واسعه ستره من الجلد على شكل بليزر ما بقى بايكر جاكيت مثل قبل يعني حتى البليزر صارت هلا رائج نلبسها فستان من الجلد كيلوت من الجلد فكل الجلد ومش بالالوان السوداء طبعا عشان نلبس اسود اذا بدنا انما كمان الجلد عم ياخذ الوان متعدده من الاحمر للازرق الى اخره للالوان الترابيه اذا بدنا نستثمر لانه حرام اذا ما حنلبسها كثير يعني دائما بفضل نختار لون بنستعمله وبنلبسه لفتره طويله لحتى لانه سعر الجلد منه هين وللاشخاص اللي عندهم حساسيه تجاه انه نستعمل الجلد الحيواني في جلد فيجن بالسوق والملمس تبعه رائع. إيه نعم نعم كيف يعني؟ يعني ماخوذ من يعني او مستعمل مش من شيء حيواني فيجيتابلز شيء من الطبيعه. الريش
بعده مكمل معنا بالإطلالات المسائية والإطلالات الصباحية. ما نخاف لما نقول ريش، لأنه بيقدر يكون مثلا كنزة في عليها بعض الريش، أو جاكيت في عندها على أكمامها ريش، يعني. فيها نلبس حذاء عليه ريش، حتى فيها تكون حقيبة اليد في عليها ريش، فما نخاف من الريش. خلينا شوي شوي ندخله بإطلالاتنا حتى بالإطلالات النهارية. بالنسبة للأكتاف، الأكتاف صلنا فترة بنشوف البليزرز الأوفر سايزد، كمان كل شيء كبير، لساتهم رائجين. والإضافة الجديدة أنه حتى التوبس والفساتين عندها أكمام كبيرة، مش بس الأكتاف كبيرة، الأكمام في عندها حجم. وهالشي لازم ننتبه عليه، كل ست وصبية عندها الجزء العلوي ممتلئ، الأفضل تبتعد عن هالتوب أو الفساتين، لأنه حتزيدها ضخامة، فيها تستعيد بهالشي، يعني من هون يكون بركي ضيق، بركي من هون يكون الفوليوم بدل ما يبلش عن الأكتاف. والأطقم مثل ما قلنا، القصات كبيرة واسعة بألوان، يعني من الرمادي أو الألوان قوس القزح كلها موجودة. في شيء جديد، يعني كله فينا نقول، أنا بقول جديد بس هو قديم جديد، لأنه الموضة هي سايكل. الكيب يلي منحطها على كتافنا كانت رائجة بالستينات سبعينات، بعدين رجعت ظهرت بالتسعينات، هلا رجعت دارج. واخر موضه تلبسي جينز وتحطي مع تي شيرت وتحط، بدل ما نحط البايكر صرنا بنحط الكيب. بعرف انه حتقولوا لي طب بس نحن بالمنطقه هون حر ما بيسمح لنا، ما ضروري الكيب كثير، رح تلاقوا بالسوق كيب من قماش ناعم خفيف بنقدر نحن نتحمله بمنطقتنا. هلا بفتكر صار في مثل توجه معاكس للستريت وير، يعني بفتكر وصلت معهم لهون، انه ما بقى فيني اشوف سنيكرز، ما بقى فيني اشوف اتليجر، ما بقى فيني اشوف، وقفوها خلاص، ما وقفوها، ما في شيء بيوقف كليا، انما صار في مثل موجه معاكسه لهالترند، وهي الاطلاله البرجوازيه. شو يعني؟ شو يعني بليز؟ شو يعني؟ هيدي سليمان عند سيلين، رجع على الأرشيف تبع ديزاينر ولبس كل المودلز بهذا الموسم الكولوت، يلي هي مثل بنطلون بس واسع على شكل تنورة، بس هو بنطلون يعني كولوت بنسميه، من طبعة كلاسيكية تويد قديمة. ولبس المودلز القميص الحريري اللي عنده ربطة على العنق، فهالإطلالة بتذكرنا بالسبعينات. ووقت اللي بقول البرجوازية، لما في طبقة معينة بالمجتمع، خاصة كان بلشت هالقصة عند الفرنسيين، يلي بيكون عندهم إذا بدك تقولي فلوس بس مش من زمان، يعني مش ورتانينا، وهن عندهم إذا بدك كمان منطلق بالحياة كتير انتلكتشوال على مستوى معين. أوكي. فهالطبقة هاي كانت دايما تكون كتير بسيبيجي، يعني بيلبسوا البيرلز، بيلبسوا القمصان مع الربطة كتير. فهلأ نحن ما رح نروح هالقد، بس هي مثل كأنه قلت لك شيء معاكس للستريت وير، أنه تكون الإطلالة تبع السيدات كتير راقية وأنيقة، يعني راقية وأنيقة بس سيمبل في نفس الوقت، بس سيمبل طبعا. أوكي. ما في زيادة، بس ما مش رح نروح على القصات اللي كانت بالسبعينات، طبعا في تطور لهالقصات لحتى تكون مواكبه للحداثه والعصر الجديد. وللمسا لازم تستعدوا، كل الترتر، كل اللامي، كل اللوركس القماش اللي بيلمع طلعون اذا كان عندكم اياهم بالخزانه، لانه كثير رائجين. مع الشيء الزايد انه في كشاكش قد ما بدنا للجسم يلي بيحمل، وفي كمان اكمام منتفخه بهالاطلالات المسائيه. بالنسبه للسيدات يلي بركي بخافوا يلبسوا كل هالقد شيء لميع، بنصحهم فيهم يستعيدوا عن هالشيء، فيهم يحطوا اقراط اذنين كبيره لميعه، بنسميها الشاندوليه، لانه كأنه تريق يعني تبع الإضاءة كبيرة، نجف. شكرا على الترجمة العربية الصائبة. وبالنسبة للأحذية، رح بيكون بركي بنعمل حلقة تانية مطولة على الأكسسوارات، لأنه حتى
الأحذية رح بي عنا جزمات عالية بنلبسها مع الكولوت يلي هلأ رائجة لحتى نعطيها إطلالة عصرية. حتى البايكر بوتس يلي كلنا مضلنا موجودين بخزانتنا لأنه أنا بلاقيهم كتير بيعطوا أدج لحياة لإطلالة، إنما مع كعب سميك كاوتشوك عريض كبير هالشي رائج. وحقائب اليد يلي عم بفتش شو معقولة يكون بده حقيبة يد، هلأ الشي الرائج يلي تكون structured يعني عندها محددة مش بتتعوج، تكون هيك structured، فهذه هي زي ما هي زي ما هي طبطة. كمان شوي عندها إطلالة vintage مثل الإطلالات يلي عم بيردونا لحقبة السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات. هذا كان راب اب مشاهدينا لكل الخريف وشتاء 2020، وزي ما قلتي احنا لازم حلقه كامله عن بس الاكسسوارات والشنط والشوز. شكرا ميمي، يعطيك العافيه.